أم محمد شلونك؟ بسرعة، رايج قبل الأذان، رايج قبل الأذان بسرعة. أنا ولية أمر توني يعني عيالي بداية المشوار، بس عندي أختي أول ما دخلت الامتحان ليت الوكيلة إيش قالت لها؟ قالت لهم يلا 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 فصحوا حجاباتكم، حسبالكم أنتم مسلمات، يلا يلا خلنا نفتشكم. نعم، شنو صاير؟ شنو شنو صاير؟ شنو صاير بالديرة؟ تقول لها، تقول لها كذي يعني يلا يلا فصحوا حجاباتكم. آه يعني عشان بتفتشكم، عشان بتفتشهم، ما لها حق عشان أبداً. بتفتشهم ما لها حق. إيه نعم نعم، ليش تقولي يلا فصحوا حجاباتكم أنتم حسبالكم مسلمات؟ نعم، شنو هالكلمة هذه؟ الله. ما تنقال. لا ما انت وكيله يعني، الوكيله يعني باقي تصيرين ناظره يعني، مستواك المفروض يكون وايد اعلى من كذي. انا اشوف عيالي انزين اقول يا ربي هذول ما ادخلهم، ادخلهم مدارس خاصه ولا ادخلهم مدارس حكومه؟ خلي الموضوع هذا على جنب، من اسوء لاسوء. زين اوكي اوكي اوكي، انا اخذت وجهه النظر الاولى.